جواكت يا بنات على التقفيل، هنشوفها مع بعض ما شاء الله. هي متقفله جاهزه، هي يعني ممكن تلاقيها متقفله، ممكن تاخديها انت تشبطيها مع بعضيها وتلاقيها بالجيوب، وكل في جواكت فيها جيوب اهي زي ما احنا شايفين. انت هتركبي بقى البطانه والياقه والاساور اللي هي الكوب، الواحد ب40 جنيه. شايفه الوانات ما شاء الله، في الوانات كتيره اهو منه. نينا عنده مهاجر في سوق التلاه، في حاجات اطفال برضو اهي، ده كبت شو يعني، هتلاقي حاجات كمان ليها الطاقيه بتاعتها. شايفين ما شاء الله ان الجواكت دي متقفله، يعني هتلاقوها متخيطه اهي زي ما احنا شايفين، ادي الكمام وادي الجناب. انت واقفه بس على البطانه، البطانه وتركبي الاساور دي ب40 جنيه. والله اسعارها حلوه قوي ما شاء الله. لو عملتي في خامات بطانه المتر بتاعها هي فرو المتر ب20 وب30، هتعملي احلى جاكيت، مش هيكلفك كله على بعض دي خمس يعني 60 70 جنيه، وهيبقى جاكيت جميل جدا ما شاء الله، والوانات زي ما انت حابه.